وتعالوا بقى يا حبايبي، هعمل معاكم النهارده الطاقية القمر دي والجاكيت بتاع العروسه وشعرها. علمك ازاي تعملي شعر بكل بساطه، مش لازم بقى ان انت ايه خصل وشعر وتحطيه، لا هعلمك تعمليها جميله جدا، طريقه سهله جدا وبسيطه. يلا بقى نبتدي مع بعض. اول حاجه هعمل معاكي الشعر. عملت دايرة سحرية جواها 6 حشو، وبعدين غرزة حشو وتزايد، 2 حشو وتزايد، 3 حشو تزايد، 4 حشو تزايد، 5 حشو تزايد، 6 حشو تزايد، 7 حشو تزايد. عند 54 غرزة حشو كده أنا وقفت، تمام. ويلا هنعمل بس مع بعض الأول القصة، أشيل العلامة دي ما عادش لها لازمة، وتعالي هبتدي معاكي هعمل القصة. باجي أعمل أول حاجة غرزة حشو، وبعدين هعمل 8 سلاسل، 8 سلاسل بعمل القصة. من تاني غرزة سلسلة هبتدي هعمل 7 غرز حشو، تاني غرزة سلسلة اهي بعمل 7 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 غرز حشو كده أنا رجعت للدايرة. هاجي على تاني غرزة كده وهعمل غرزة حشو، تمام. الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو. أنا عايزة أعمل فرق بين الخصلة والتانية، وابتدي أعمل 8 سلاسل، من تاني سلسلة بعمل غرزة حشو، 1 2 حشو 3 4 5 6 7 حشو، وهاجي على الغرزة اللي بعدها على طول وهعمل غرزة حشو، اللي بعدها هعمل حشو، وهكمل هكذا انزل ب8 سلاسل. وابتدي اشتغل كده. هعمل كام خصلة؟ 9 خصل للقصة. تعالي بقى نبتدي نعمل الشعر. الشعر انا هعمل 21 سلسلة، 20 سلسلة وواحدة بس سلسلة ارتفاع. حابة تطولي الشعر عن كده براحتك، بس ده الطول المعقول، تمام كده. انا حابة الشعر يبقى قصير، مش حابة يبقى طويل. من تاني سلسلة بعمل نص عمود على كل غرزة سلسلة، بعمل نص عمود من الكام؟ من 20 سلسلة. أنا عملت 21 سلسلة واحدة بس الارتفاع، وعلى كل سلسلة هبتدي أشتغل غرزة نص عمود. أنا كده ببتدي أشتغل في الشعر، وهبتدي بقى أشتغل على كل غرزة سلسلة نص عمود. بوصل للآخر أهو، أجي في الغرزة اللي بعدها وبعمل غرزة حشو، وفي اللي بعدها بعمل غرزة حشو، وابتدي أنزل أعمل الخصلة ب20 سلسلة، وبطلع بسلسلة واحدة وأعمل الخصل. أنا كده خلصت خصل الشعر وخلصت القصة. آخر حاجة هعمل غرزة بس منزلقة، ونضف الخيط. تمام. تعالي بقى نعمل الودان. انا عايز اعمل ودان حاجه صغيره خالص كده بنفس خيط لون البشره، وهاجي هعمل ايه؟ هعمل دايره سحريه، بطول الخيط شويه لان بخيط من جهتين. بعمل دايره سحريه عقده البدايه، وهشتغل فيها 3 نص عمود لان انا عايزاها ودن صغيره خالص كده. 1 نص عمود، 2 3، وبعدين غرزة حشو وغرزة منزلقة، تمام كده. قص الخيط، طبعا بطول الخيط برضو من الجهة التانية لأني بخيط من الجهتين. شد خيط وهقفل كده، بقى عندي الودن الصغننة اهي، تمام.
هنركب الودان الأول عشان بعد الودان هنركب الشعر. وتعالي هنا نركب الودان. هركبها فين؟ بعد العين اهي، واحد اتنين تلاتة أربعة، في خمسة بحط دبوس وأحط الإيه الدبوس اللي تحت. هخيط بقى بالخيط الفوقاني اخد غرزة من الجسم وغرزة في الودن. وتعالي هنا بقى نلزق الشعر. الشعر احط بس الدبوسين في النص، ابتدي احط ايه دبابيس، يعني على كل شعره خصله كده احط دبوس. وتعالي بقى نعمل الطاي. انا هغير الابره لابره مقاس اكبر، كام؟ 2.5، يعني انا كنت مستعمله 2.10 ملي. تمام، هجيب الاكبر شويه 2.5، او شوفي انتي اكبر، بس انا عايزه بس ايه الطاقيه يبقى مقاسها كبير شويه. فهعمل ايه؟ هعمل 30 غرزه سلسله. وهعمل، انا عملت 30 اهو، هعمل سلسله واحده بس ارتفاع. هاجي بقى على تاني غرزه من هنا وهعمل 5 غرز حشو. 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5، وبعدين 25 نص عمود. يعني انا عملت 5 على 5 الاولانيين، اتبقى 25 غرزة سلسلة. هعمل على كل سلسلة نص عمود، على كل واحدة نص عمود. كام نص عمود؟ 25. خلاص اكمل انا 25 نص عمود وارجع لك. انا كده عملت 25 نص عمود. هعمل ايه؟ هعمل سلسلة ارتفاع، هلف الشغل وهاجي على كل غرزة هعمل نص عمود بس على الحلقة الخلفية اهي. نص عمود على الحلقة الخلفية عشان تعمل معانا غرزة البليسين على الحلقة الخلفية. هعمل ايه بقى انا؟ نص عمود، هكمل 25 نص عمود زي ما اتفقنا على الحلقة الايه الخلفية. كده انا وصلت لخمس غرز حشو. هعمل فيهم ايه؟ في نفس الحكاية برضو على الحلقة الخلفية هعمل 5 غرز حشو. انا عايزاها من تحت تبقى كبيرة ومن فوق رفيعة. خلاص 5 غرز حشو، 2 3، يعني على الحشو حشو ونص عمود نص عمود، 4 5، سلسلة ارتفاع، هلف الشغل، اشتغل برضو نفس الحكاية على غرزة الحشو حشو بس على الحلقة الخلفية. انا كل شغل هيبقى على الحلقة الخلفية. 1 حشو، 2 3 4 5 حشو، وبعدين 25 نص عمود زي ما اتفقنا على الحلقة الخلفية. كل شغل هيبقى كده، هلف واشتغل على الحلقة الخلفية على نص عمود نص عمود، وما اوصل للحشو هشتغل عليها غرز حشو. خلاص كده هشتغل كام صف بقى؟ هشتغل 40 صف.
تمام كده، يبقى انا هشتغل 40 سطر وارجع لك. هديكي فاكره اللي على الحشو حشو ونص عمود نص عمود، برجع اشتغل كله على الحلقه الايه الخلفيه. اخلص انا ال 40 سطر وارجع لك. انا خلصت 40 سطر غرزه نص عمود 25 وخمسة حشو، رايحة جاية رايحة جاية زي ما اتفقنا على الحلقة الايه الخلفية. خلاص خلصت اهو، سبت بقى شوية خيط وهبتدي بقى ايه اخيطها. خيطها كام دي البداية مش مشكلة، هنخيطها معانا. اجي بقى على كل طرف كده على طرف الغرزة، ويجي قصادها طرف الغرزة التانية، وابتدي اخيط. ادخل كده ويجي نفس الحكاية بس ايه من بره اهي. اهم حاجة كل غرزة قصادها غرزة التانية. تمام، وهاجي نفس الحكاية من بره لجو، وبعدين من جوه واشتغل بقى كده لغاية الاخر. اخيطها بس وارجع لك. انا خيطت اهو، طبعا خيطت منين؟ من الجزء اللي كان فيه نص عمود وطلعت لفوق لغاية غرز الحشو. انا كنت عايزة ان ايه تيجي كده واسعة وضيقه لفوق. خلاص تعالي بقى هنا من عند غرز الحشو هجيب ابره ونفس الخيط، وهاجي هعمل ايه بقى زي غرزه سراجه بالظبط. بصي هدخل اهو وانزل سراجه اهي، شايفه؟ ادخل وهنزل، ادخل وهنزل اهي، كاني بسرج بالظبط. ادخل واطلع، ادخل واطلع، سراجة عادية خالص، بس خليكي على الحرف يعني ما تنزليش كتير يعني. اهي كده انا وصلت الاخر. هعمل ايه؟ هشدها كويس قوي اهو، شد كمان يعني انا عايزه اشدها اكتر حاجه ممكنه. خلاص وبعدين ابتدي اخيطها، اخيط كده كذا مره، عايزه اثبتها قوي. خلاص واضمها على بعض. تعالي انا خيطتها اهو وبقت تمام، هقلبها. انا عملت الكرة بتاعت البونبون دي، تعالي بقى نركبها هنا. طب هركبها هنا ازاي؟ ما طبعا بسيب فيها خيط، فهدخلها كده بالابرة، هدخل بالابرة من النص وهشد الكرة، هشد الخيط اهو، وهدخله بقى كده الجهتين واربطه. يعني احاول بإبرة الكروشيه ادخل كده واربطه، او بإبرة اي ابرة. ابرة التنظيف حتى من الجهة التانية في اي غرز، بس بحس انها ما تبانش يعني الغرز اللي تحت الايه الكور. هدخل هنا مثلا واربطها بقى. تمام، بحيث انها ما تقعش. كمان مره، ولو قادر بقى ادخلها كمان يعني اخيط الخيط ده كمان على قد ما اقدر.
تعالي نبتدي في جاكيت العروسة القمر بتاعتنا. هعمل كم سلسلة الأول؟ هعمل 33 غرزة سلسلة. خلاص هاجي من تاني سلسلة وهعمل 32 غرزة حشو، يعني على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. تعالي بقى السطر اللي بعده، بطلع بسلسلة ارتفاع ألف الشغل، بشتغل على أول غرزة بتقابلني، غرزة حشو، اتنين، تلاتة، أربعة غرزة حشو، وبعدين اللي بعدها هعمل تلاتة حشو مع بعض. ركزي في الخطوات دي كويس قوي. وبعدين أربع غرز حشو، يعني كده غرزة، اتنين، تلاتة، أربعة، وبعدين تلاتة حشو في نفس الغرزة، اتنين تلاتة في نفس الغرزة، وبعدين هعمل اتناشر غرزة حشو بعدهم معاك اهو، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر حشو، تمام. وبعدين تلاتة غرزة حشو مع بعض، تلاتة مع بعض في نفس الغرزة، وبعدين أربع غرز حشو، يعني كده غرزة، اتنين تلاتة أربعة، وبعدين تلاتة غرزة حشو مع بعض، تلاتة مع بعض يعني في نفس الغرزة، وبعدين أربع غرز حشو، يعني في كل غرزة حشو بعمل غرزة حشو واحدة، تلاتة أربعة. كده بقى عندي 40 غرزة حشو، تمام كده. بطلع بسلسلة ارتفاع واحدة، هلف الشغل، أسفة، هلف الشغل، وبعدين أشتغل خمسة غرزة حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة حشو، وبعدين تلاتة حشو مع بعض، يعني تلاتة في نفس الغرزة، الغرزة اللي هتقابلني دي هشتغل فيها تلاتة غرزة حشو مع بعض، تلاتة في نفس الغرزة، ركزي في دي قوي، تمام. وبعدين هعمل ست غرز حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة، كام؟ ستة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وبعدين تلاتة غرزة حشو مع بعض، يعني تلاتة في نفس الغرزة، وبعدين هعمل أربعتاشر غرزة حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، أربعتاشر، وبعدين تلاتة غرزة حشو في نفس الغرزة، واحد، اتنين، تلاتة، وبعدين ست غرز حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ست، وبعدين تلاتة حشو مع بعض في نفس الغرزة، وبعدين واحد، اتنين حشو، تلاتة حشو، أربعة حشو، خمسة حشو. كده بقى عندي 48 غرزة حشو. السطر التالت، بطلع بسلسلة ارتفاع واحدة، هلف الشغل وهشتغل بصي في نفس الغرزة، بعمل واحد حشو، اتنين، تلاتة، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة حشو، بعدين تلاتة حشو مع بعض، واحد، اتنين، تلاتة حشو مع بعض،
وبعدين 8 حشو 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعدين 3 حشو مع بعض، 1 2 3، وبعدين 16 غرزة حشو، على كل غرزة حشو واحدة. واحد، أنا عايزة أمشي معاك في كل التفاصيل. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 حشو، وبعدين 3 غرزة حشو مع بعض، يعني 3 في نفس الغرزة، وبعدين 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعدين 3 حشو مع بعض، 2 3 حشو في نفس الغرزة، وبعدين 6 غرز حشو، 1 2، هنعد 6 غرز حشو مع بعض، 5 6 غرز حشو كده. السطر بقى عندي 56 غرزة حشو. تمام كده، شايفة بانت خلص ازاي؟ تعالي يلا السطر رقم 4، بطلع سلسلة ارتفاع، الف الشغل في نفس الغرزة، هعمل 7 غرز حشو، 2 3 4 5 6 7، وبعدين 3 غرزة حشو مع بعض، 2 3 حشو مع بعض، وبعدين هعمل 10 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبعدين 3 غرزة حشو في نفس الغرزة، يعني 3 مع بعض، 3 حشو مع بعض، وبعدين 18 غرزة حشو، عد على كل غرزة حشو بعمل غرزة حشو واحدة، كام؟ 18 غرزة حشو. اتمنى بقى ما تنسيش اللايك كده علشان ايه؟ تكبري القناة، القناة تكبر بيك. انا مستنيه اللايك الحلو كده من كل واحده فيكم حبايب قلبي. انا اهو معاكي، ماشيه معاكي في كل تفصيله صغيره، بالذات في الجاكيت ده عشان ما تتوهش مني. انا بعمل كده 18 غرزه حشو، بعد معاكي اهو واكمل ال 18 غرزه حشو. وبعدين هعمل 3 حشو مع بعض، 2 3 حشو في نفس الغرزة، وبعدين 10 غرزة حشو، 2، عد بقى 10 غرزة حشو، فكي بس معلش الخيط اهو، 3 4 5 6 7 8 9 10، وبعدين 3 حشو مع بعض، عد 3 غرز حشو مع بعض، 2 3 حشو، وبعدين 7 غرز حشو المتبقيين عندي، 1 2 3 4
ستة، 7 حشو. كده بقى عندي كام؟ 64 غرزة حشو في السطر ده. تعالي السطر اللي بعده بطلع سلسلة ارتفاع، ألف الشغل زي ما اتفقنا. في أول غرزة بتقابلني بعمل غرزة حشو، هعمل 8 حشو، 2 3 4 5 6 7 8 حشو، وبعدين 3 حشو في نفس الغرزة، 3 حشو مع بعض، وبعدين 12 غرزة حشو، 12 غرزة حشو، هكمل 12 غرزة حشو. على كل غرزة بتقابلني اهو بعمل غرزة حشو واحدة، 12 غرزة حشو. خدي بالك من العدد. وبعدين 3 غرزة حشو مع بعض، عد 3 غرزة حشو مع بعض، وبعدين 20 غرزة حشو، 20 غرزة حشو، 2 3، عدي بقى معايا 20 غرزة حشو. على كل غرزة حشو بعمل غرزة حشو واحدة، 20 غرزة حشو. الجاكيت ده بقى انت ممكن تعمليه لأي عروسة تانية وبأي لون تاني حسب ما انت عايزة، أي لون تحبيه، اعملي تناسق ألوان، أي ألوان انت حباها. خلاص كده 20 غرزة حشو. وبعدين هعمل 3 غرزة حشو في نفس الغرزة اللي بعدها، 3 حشو مع بعض، وبعدين 12 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة حشو، وبعدين 3 حشو مع بعض، 1 2 3، وبعدين 8 غرز حشو، 8 المتبقيين، 1 2 3. هما عموما المتبقيين عندك هتلاقيهم 8 غرز حشو، عشان السطر ده بقى يبقى عندي 72 غرزة حشو. اهو دي كده 8 غرزة حشو. خلاص السطر اللي بعده رقم 6 بطلع سلسلة ارتفاع واحدة، بلف الشغل، هبتدي اعمل هنا 10 غرز حشو، 10 غرز حشو. ركزي في دي برضو كويس قوي، اعد 10 غرز حشو. هنبتدي نعمل بقى ايه الحتة بتاعت الاكمام. عاشر غرزة حشو، وبعدين هعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5، ما تشديش ايدك في السلاسل. تعالي بقى عد 14 غرزة حشو، عد 14 غرزة حشو، اخش هنا وهبتدي هعمل غرزة حشو. عديت، تخطيت ال 14 غرزة حشو، تخطيتهم. عدي معايا 14 غرزة حشو، تخطيتهم يعني عديتهم، تمام؟ وهبتدي اشتغل 24 غرزة حشو. عدي بقى معايا 24 غرزة حشو، هدخل بس ايه، تمام. عدي بقى 24 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، بعد 24 غرزة حشو. عشرين، 21،
24 غرزة حشو، بعدين هطلع بخمسة سلسلة، خمسة غرزة سلسلة، وما تشديش ايدك في السلاسل. هتخطى 14 غرزة، يعني عد 14 غرزة مش هشتغل فيهم. عد معايا 14 غرزة حشو، هدخل في الغرزة اللي بعد ال 14 واعمل غرزة حشو. 2 3 وهبتدي اشتغل كده كام؟ 10 غرزة حشو. تمام كده، انا عملت كده الفتحة بتاعة الاكمام. سلسلة ارتفاع زي ما اتفقنا، بشتغل غرزة حشو على كل غرزة حشو، هتقابلني غرزة حشو واحدة بما فيهم الخمس سلاسل. يعني انا هشتغل على كل غرزة هتقابلني غرزة حشو واحدة بما فيهم الايه الخمس سلاسل، بشتغل عليهم غرزة حشو واحدة. زي ما انت شايفة اهو، كل غرزة حشو بتقابلني غرزة حشو واحدة، وابتدي اشتغل على الخمس سلاسل. خدي بالك انا بشتغل على جزء واحد من السلسلة، حلقة واحدة، لان الحلقة التانية هشتغل عليها الاكمام. فخدي بالك، عشان كده قلتلك ما تشديش ايدك في الخمس سلاسل. هاخد بس الخيط كويس وهو ايه، وهشتغل غرز حشو على كل غرزة سلسلة، بس جزء واحد بس من السلسلة، علشان اعرف اشتغل بعد كده الاكمام. 2 3 انا مش عد، انا خلاص كده عارفة اوريدي ان انا عندي 54 غرزة حشو. عدي برضو عشان تبقي عدك مظبوط، عشان تبقي عارفة انا كده عندي السطر ده عندي 54 غرزة حشو. هنا انا بشتغل على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة، تمام؟ كل غرزة حشو بشتغل عليها غرزة حشو واحدة، بشتغل اهو لغاية اخر السطر على كل غرزة حشو بشتغل غرزة حشو واحدة. تعالي هطلع سلسلة ارتفاع واشتغل على كل غرزة حشو من ال 54 غرزة حشو واحدة، كام؟ سطرين. خلاص، يبقى على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة 54 غرزة حشو اشتغلهم سطرين. كده انا خلصت الجاكيت، هقص الخيط وانضفه، وكده نبقى احنا ايه خلصنا جاكيت عروستي القمر. وتعالي بقى نعمل بس الياقة بتاعت الايه الجاكيت. هعمل بس غرزة سلسلة بره البداية، يعني بره عشان اعرف اشدها، وهاجي على البداية الاولانية من فوق بقى، من عند الجاكيت، من فوق من عند خيط البداية اهو، عشان تبقى دي لبره، انا مش عايزاها لجوه، فخدي بالك من التفصيلة الصغيرة دي. خلاص، وبعدين هبتدي اشتغل على كل غرزة، طلعت بس سلسلة واحدة بس ارتفاع، وابتدي اشتغل غرز حشو على كل غرزة سلسلة او جزء من السلسلة اللي قدامي دي، وهعمل غرز حشو او على كل غرزة حشو هتقابلني بعمل غرزة حشو، عشان ما لخبطكيش. على كل غرزة حشو انا ثبتت الخيط، خلاص هبقصه بقى، خلاص مش محتاجة، واشتغل داير داير، هو سطر واحد بس اللي هعمله للياقة. خلاص، على كل غرزة حشو هتقابلني اهو بشتغل غرزة حشو، اعمل بس الياقة عشان الياقة تبقى ايه واقفة، يبقى لها ياقة كده، ما تبقاش ايه الجاكيت مش غطسان لتحت، سطر واحد بس. خلاص، بمشي كده لاخر السطر. خلصت، هقص الخيط وهنضفه، خلاص هو سطر واحد بس، حاول بس اشد الخيط بقى لجوه وانضف الخيط. كده انا نضفته وتمام وزي الفل. تعالي اعمل بقى معاكي الكم من ورا، من الجنب اللي ورا هعمل غرزة البداية بره وهشدها، هدخل بيها انا كده في الجنب من ورا، خدي بالك ركزي. هعمل هنا ايه بقى، هعمل 21 غرزة حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة، بس انا بشتغل كام غرزة على الايه على الخيط البداية عشان اثبته. تمام كده، واشتغل 21 كده مش محتاجة، خلاص هشتغل بقى على كل غرزة حشو هتقابلني غرزة حشو واحدة 21 غرزة حشو.
وباجي حتى في الغرزة اللي في الجنب، خدي بالك وعدي 21 عشان في غرزة في الجنب ممكن ما تاخديش بالك منها، فعدي وانت بتشتغلي 21 غرزة حشو. تعالي بقى هاجي هشتغل حلزوني. هشتغل حلزوني، هعمل 3 سطور على 21 غرزة حشو. محتاجة اني اعلم السطر بايه؟ بخيط زي ما احنا متفقين مع بعض، بخيط بلون مختلف، وابتدي اشتغل 3 سطور ثبات بقى على 21 غرزة حشو. اهو هشتغل على كل غرزة حشو هتقابلني غرزة حشو واحدة، غرزة حشو واحدة، 21 غرزة حشو. هشتغل كام سطر؟ 3 سطور ثبات على 21 غرزة حشو. تمام. انا كده اهو عملت 3 سطور ثبات على 21 غرزة حشو. تعالي بقى السطر اللي بعده هشتغل غرزة نص عمود، عشان انا كنت عايزاه ضيق من فوق ومن تحت واسع. غرزة نص عمود هعمل كام سطر؟ انا هنا عاملة 5 سطور، حابة تطوليه اكتر تعملي 6 أو 7 سطور برضو براحتك. خلاص ده غرزة نص عمود، 21 غرزة نص عمود. انا خلصت اهو كله تمام وعملت الكمين زي بعض. هبتدي اركب الزراير حلية مش هستفاد منها بحاجة، واشوفك في الجزء الجاي ان شاء الله.